لقد غادرت المستشفى بعد أسبوع أنقذت فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية حياتي بلا شك. في الأيام السبعة الماضية رأيت الضغط الذي تواجهه الهيئة، كما رأيت الشجاعة الشخصية ليس فقط من الأطباء والممرضات ولكن من الجميع. أريد أن أشكر العديد من الممرضات والرجال والنساء الذين كانت رعايتهم مذهلة للغاية. ووفقا للمعلومات التي أصدرها مقر رئيس الوزراء البريطاني في اليوم نفسه، بالرغم من خروج رئيس الوزراء من المستشفى إلا أنه لا يزال بحاجة لبعض الوقت كي يتعافى، ولن يعود على الفور إلى مقر رئاسة الوزراء لبدء العمل. ووفقا لتوصية الفريق الطبي، توجه جونسون إلى تشيكرز، مقر إقامته في شمال غرب لندن، لمواصلة تعافيه. يذكر أن جونسون الذي تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا الجديد دخل المستشفى مساء الخامس من الشهر الجاري، وتم نقله إلى العناية المركزة مساء السادس بسبب تدهور حالته الصحية، وتم نقله من العناية المركزة إلى الجناح العام مساء اليوم التاسع. هذا وقد كلف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بتسيير أعمال الحكومة حالياً.